يا باب يا باب فاطمة لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك فيك تقبل أعتابا نفسي فدا نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفيت وراك توبخ أصحاب يا آه عليك فما استطعت تصدهم لما أتوك بنو الضلال غضابا نفسي فداك أما علمت بفاطم أو ما رققت لضلعها لما انحنى كسرا أيوا فاطمة أو ما رققت لضلعها يا لما انحنى كسرين وعنه تزجر الخطابة أو ما در المسمار حين أصابها وويله وين صابها المسمار أو ما يا در المسمار حين أصابها من قبلها يا قلب النبي أصابا يا لهفي على الأعتاب فيها محسن ملقا فمن هالت عليه ترابا كأني بها بين الباب والجدار تنادي كسر ضلعي آه أسقط ما في أحشائي موجه الخطاب لأبوها رسول الله لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله شو تقول له تقول له أبويا بويا قمت للباب لكن ما علي حجاب ما أدري يتحمل رسول الله يا ولا بويا قميت للباب لكن ما علي حجاب حسبي الرجيس من لذت خلف الباب أقولها يا ولا تقول عصرني عصرني
كسر ضلوعي وصدري نعام، سقط مني جنيني وأيست منه. الشكوى الثانية أشد على قلبك، شو تقول له؟ تقول له بويا بويا أمر على عبده وضربني، والله أمر على عبده. إيه خلني أسمعها منك حتى أتشجع. أمر على عبده وضربني، ومن ضربته للقاع ذبني. بويا لنكسر قلبه ولا رحمني، ومن الناس ما واحد حشمني. بعد هاي الشكوى الثالثة شو تقول له؟ تقول له بويا من متت يا زين المعاني، ابن حنت مل البيت جاني. سوى سطرني سطرني على عيني وعماني. بويا من متيت والنعش شايله، جاب وحطب والبيت حرقاه. بويا وبعلي علي بالحبل قاده، يا بويا وبعلي علي بالحبل قاده. يا بويا يمكن انت ما تتذوق هذا الطور، كانت بين الباب والجدار تدافع الرجل والرجل يدافعها. هي مو بودها تنعصر بين الباب والجدار، شو تقول له؟ تخاطب الرجل شو تقول له؟ تقول له ما قال ابويا بيت ابويا الحسنين بيتي، وما قال في الزهر احفظوني عقب ما. وين اصوات المحبين؟ اي وخر يا ظالم لا تسمع الناس والجزيل خلف الباب ليش مجمعي. ها يبانت اناملها يا واخذ صوت وضرب وقالها يا زهرة حجرتيك لازم نطبها. انت غيور على الزهرة يا لا، وحط قوته بالباب يا شيعة وعصر وفاطم تنادي يا رسول الله تكون. وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمة، ولأجل الستر لاذيت ما بينه وبين الجدا. نادى على أصحابه وهجم بيهم على وفاطم تنادي يا رسول الله تكون. اي جاء
جاءوا عصرها وفاق وجنتها لطم وضلعين كسرها بطنها ولا رحم وزينب تشوفه وقامت تدافع عن امه وطاحت طاح الحميل من هم سقطين الأمر والمرجع لله